شفتي شلون كاتبت لك كتيبه؟ الله لا يوفقها لا هي ولا امها. الي كلك فكري، انا رح اخلصك من هذا السحر واليوم قبل بكره ورح تشوفي. ابوس ايدك خلصيني. هلا رح اطقل لك رصاص وحتشوفيها بعيني. بسرعه الله يوفقك. تكرم عينك يا خالي. يا عيش والديار. ان شاء الله ما يطول الله. ان شاء الله فرحتك. انا يا سلام. مطار نهار مجاجع من اوله. الله يبعث الخير. اسلم إليكي. اشربي يا خانم اشربي، روقي دمك، ما في شي بيستاهل. بقى يا خانم واحد ما بيرد على حكي العالم، خليهم يفوتوا هون يطلعوا من ورا، خرب بيتهم ما بيشبعوا حكي، ويا على عيونهم الهي اشربي صحتين وعوافي. صحتين تقولي شلون حاسه؟ ليلي روحي يا بني لا الهي الله يحميك. بعدين بدك تقولي لي قومي قومي انت بدك بخور لانه راسك تقنع قومي. هي من العين هي من العين.
بني خليك وبتكاني شوي بس اصل مشوار وارجع. وين بدك تروح؟ بدي روح شعل على الاولادي. لا لا هلا انت ضبط الدكان وسكر وروح اقعد عندهم منيح. انا بدي اروح على الحمام اعمل تمي سخنه بلاش تحك. طيب من ايدك معي؟ ما عم بقدر، ما بعرف شو صار لي. ما بتعرف شو صار لك؟ اي 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 إيه. ولك هلا لك لحالي بكب من نص الرزق. الله الله لا يوفقك. دبر الرزق. فوت. احترامي سيدي. شو في يا ترى؟ سيدي ما عاود يفتح دار، بده يشوفك. شو بده؟ ما قال، ما بده يقول غير هيك. خلي فوت. حالك سيدي. اهلا اهلا فصيح افندي. مسيك بالخير سيد فارس. شرفت. مرحبا. تفضل تفضل ارتاح. يا الله. خير شو في؟ حرمتي من الظهر موبايلة وما أنا بالعادة تغيب وما بتطلع من بيتها لحتى تخبرني لوين رايحة يا سيد فارس. طيب سألت عنا الجيران أهلك أهلها؟ ما خليت لا صديق ولا قريب ولا جيران. حتى رحت لبيتك يا سيد فارس ما لقيت إلا أثر. طيب رؤيا فصيحة فندي وما تعطي الهم، بس بدي منك تتذكر حرمتك لعند مين بتتردد غير لعنا لعند أهلها وأهلك. وأنا عم أقول لحالي ليش مسكر دكانتك؟ تاريك تعبان وأنا ما بعرف. إيه والله يا أبو حادي، إيه والله تعبان. عليك العافية إن شاء الله. الله يعافيك معلم عرفان. انت بتعرف قديش خسرت بالسوق من ورا سرقة القماش تبعي. بعرف بعرف يا ابو حاتم بعرف. مشان هيك انا قصدك معلم. خير. بدي فوت بضربة العمر بالقماش، بدي اياك تفوت معي لحتى اعوض خسارتي. والله يا ابو حاتم هي مو شغلتي. أنا عندي محل كلف نسوان، دبابيس، إبر، تنتنة، هي شغلتي. بدك تفوت معي وتجيب كم تاجر من اللي بتعرفهم. شنو في حمل قماش رح يجي على المينا ببيروت، قماش جوخ إنجليزي من اللي يحبوا قلبك، وهون ضربتنا أنا وياك. والله هو مبين إنه الضربة تقيل، بس والله يا أبو حاتم مو شغلتي هالشغلة. فكر فيها معلم عرفان، دوزنها منيح براسك. ايه شو عليه؟ اعطيني كم يوم بدوزنها وبرد لك جواب ان شاء الله خير. ايه الله يقدم فيه الخير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شهيرة كل مشاويرها يا على السوق يا على الحمام يا على تكية كرمال توزع للفقرة والمساكين. بعرف. شان هيك اختي لازم تجي على الحارة وعلى بيتنا خص نص، والا ما بنقدر ناخذ منها شيء. عم تفهمي علي؟ لقيتها. شو هي اللي لقيتيها؟
بيت الحجة كريمة.